فرحة جنونية من جماهير الهامرز عن أداء سعيد الرحمة أمام أستون فيلا، وأيضا إشادات كثيرة تهطلت على هذا اللاعب. هذا ما سنتعرف إليه إن شاء الله في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. نجمنا الدولي الجزائري سعيد بن رحمة خطف الأضواء في المباراة التي جمعت بين نادي وست هام يونايتد أمام أستون فيلا على ملعب أستون فيلا، أي خارج ديار نادي وست هام. وطبعا انتهت هذه المباراة رسميا بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد لأصحاب الديار، ألا وهو واتكنز صاحب هذا الهدف في الدقيقة 81 من عمر المباراة. هدف كان متأخر، ونادي وست هام يعني أظهر وجه آخر في هذه المباراة، أظهر قوة وحنكة كبيرة داخل أرضية الميدان. هذه انتفاضة كبيرة من نادي وست هام يونايتد على أستون فيلا. وطبعا أصحاب أهداف نادي وست هام، الهدف الأول جاء من سوشاك، بينما الهدف الثاني جاء من جيسي لينغارد، والهدف الثالث جاء من نفس اللاعب الوفد الجديد ألا وهو جيسي لينغارد في مباراته الأولى كلاعب أساسي مع نادي وست هام. وهذا اللاعب ينطبق عليه يعني مثل شعبي جزائري، يعني في الاحياء الجزائريه يقال انه بدل المراح ترتاح. وهذا اللاعب كان مغبون في يعني مانشستر يونايتد، وطبعا قرر مانشستر يونايتد ب يعني اعاره هذا اللاعب. فعندما اعير الى نادي وست هام يونايتد في مباراته الاولى رد بعين الاعتبار وسجل هدفين. ما شاء الله على هذا اللاعب، قدم مستوى كبير. انا استمتعت بهذه المباراه بشكل كبير، وخاصه بالاداء الذي قدمه نادي وست هام في هذا اللقاء. أما الآن نتكلم ونتحدث عن نجمنا الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الذي متعنا في هذا اللقاء بدون شك. قدم لنا مباراة كبيرة وجيدة للغاية، حيث كما قلنا هو صاحب الأسيست للهدف الأول لسوشاك بطريقة مليمترية احترافية سحرية، وهذا بالضبط ما قالته الجماهير الإنجليزية وجماهير الهامرز عن سعيد بن رحمة وتمريراته الحاسمة. وللمعلومة سعيد بن رحمة وصل إلى تمريراته الحاسمة الرابعة في جميع البطولات مع نادي وست هام لهذا الموسم مع هذا الفريق، وأيضا تمريرته الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز. فبقي ينقص هذا اللاعب فقط الهدف، إن شاء الله يتحقق في قادم المواعيد. ولا ننسى أيضا أن دافيد مويز في الآونة الأخيرة راه يشرك هذا اللاعب بشكل جيد ومحترم في حق هذا اللاعب، فما شاء الله. والسبب هو أنه دافيد مويز مقتنع بالخدمة اللي قدمها سعيد بن رحمة فوق أرضية الميدان. لو كان سعيد بن رحمة ما راش يقدم المستوى المطلوب وما راش يطبق تعليمات المدرب لكان وقد رأيناه في كرسي المدراء، ولكن دافيد مويز يعني اقتنع بالمردود الذي يقدمه سعيد بن رحمة. بينما الآن أعزائي المشاهدين سأشارك معكم تنقيط سعيد بن رحمة الذي خرج في الدقيقة 88 بالضبط من عمر المباراة، تحصل على 6.9 من ضمن 10 من موقع سوفا سكورد، بينما أيضا من موقع هو سكورد تحصل على 7.1 من ضمن 10. وطبعا هذا تنقيط جيد في حق هذا اللاعب، فما شاء الله تنقيطات جيدة راح يأخذها هذا اللاعب. وقدم أيضا العديد من يعني الفرص لرفقائه ولزملائه في الفريق، حيث صنع 3 فرص يعني كانت سانحة للتسجيل، ولكن لم تترجم تلك الفرص إلى تسجيل أهداف. كان يساهم في الخط الوسط وخط الدفاع، كان يدافع بشكل كبير، وأيضا كان مهاجم يعني على مستوى الكامل، مهاجم على المستوى الكامل. ولو تتذكرون ان سعيد بن رحمه قبل ان ينتقل الى نادي وست هام كنا نشوف نادي في وست هام في القاع في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، ولكن مع وجود نادي وست هام وايضا تطور لاعبي فريق نادي وست هام اصبح من التوب 4. ما شاء الله سعيد بن رحمه عنده كلمه كبيره في هذا الفريق. وطبعا ايضا نادي وطبعا ايضا موقع اخر الا وهو فوت موب اعطى تنقيط 7.5 من ضمن 10 لسعيد بن رحمه. انا بالنسبه لي كراي شخصي مني يا جماعه سعيد بن رحمة قدم مستوى جيد ويستحق الإشادة بشكل كبير، وحتى الجماهير أشادت به بشكل كبير جدا، وسنتطرق إلى ما صرحت به الجماهير. بينما أيضا أردت المشاركة معكم أنه سعيد بن رحمة وجيسي لينغارد كما تشاهدون في هذه الصور يعني قبل بداية المباراة كانوا متفاهمين مع بعضهم البعض. رأينا العديد من الصور تجمع هذين اللاعبين في العديد من الصور انتشرت في الآونة الأخيرة، وطبعا قدم في أرضية الميدان مستوى جيد، وأيضا حتى الجماهير نادي
نادي وست هام يونايتد ايل هامرز، اشادت كثيرا بثنائيات جيسي لينغارد وايضا سعيد بن رحمه، وما شاء الله قدم كليهما مباريات كبيره، فاصبح هذا اللاعب سعيد بن رحمه ابن الجزائر ينقصه فقط الهدف لكي يتحرر اكثر فاكثر، ولكن جيسي لينغارد مقارنه بسعيد بن رحمه دخل مباشره في اجواء الدوري الانجليزي الممتاز مع هذا الفريق وتاقلم بشكل كبير، وهذا الهدفين الذي قدمهما في هذا اللقاء راح يعني يعلي من ثقته في نفسه ويعلي ايضا في ثقته في مدربه دافيد مويز الجديد، وايضا راح تعطى له فرص كثيره في قادم المواعيد. نستقبل اول التعليقات. صرحوا قائلين اي لوف سعيد بن رحمه واي مور ذان اي شو، احب سعيد بن رحمه اكثر من اللزوم، بينما تعليقات اخرى قائلين احب سعيد بن رحمه وايضا الثنائيه بينه وبين جيسي لينغارد. هذه مواقع من وست هام يونايتد اوفيسيال، يعني المشجعه لنادي وست هام. بينما تعليقات اخرى يقولون انا جد سعيد وفرح جدا باهداف لينغارد في هذا اللقاء، ولكن نريد ايضا هدف من سعيد بن رحمه في قدم المواعيد، ان شاء الله نشوف هدف من سعيد بن رحمه. بينما تعليق اخر يقول ذات بن رحمة باس فور سوشيك واز هوت، يعني تمريرة سعيد بن رحمة الحاسمة إلى سوشيك كانت نارية واحترافية. تعليق آخر يقول فور لانس سعيد بن رحمة لينغارد وأنطونيو يعني هما أفضل اللاعبين في هذا اللقاء، بينما مشجعة أخرى قائلة بن رحمة وثنائيته مع لينغارد صراحة شيء كبير جدا، وهذا نسبة للأموج التي يعني كتبتها. بينما مشجع آخر يقول بن رحمة working hard for the team، سعيد بن رحمة راه يخدم خدمة كبيرة جدا من أجل الفريق، وطبعا قدم مستوى كبير في هذا اللقاء. بينما تعليق آخر يقول بن رحمة best game، هذه المباراة الأفضل لسعيد بن رحمة مع فريق وست هام يونايتد. بينما تعليق آخر يقول أحببت لو يعني سعيد بن رحمة يسجل هدف. تعليق آخر يقول يعني the amount of pressure بن رحمة makes every game unreal، يعني بن رحمة وضغطه في كل مباراة هذا يجعلها يعني مباراة غير حقيقية. وسعيد بن رحمة يعني أفضل من رياض محرز ببعض الأشياء، هو أنه يقاتل من أجل الكرة ليس مثل رياض محرز. رياض محرز يحب يلعب كأنيق، ولكن سعيد بن رحمة يلعب كمحارب يعني حقيقي. بينما تعليق آخر يقول بن رحمة working hard and Lingard getting the prize، يعني قائلا راح سعيد بن رحمة يعمل بقوة وبجهد كبير ويبذل مجهود كبير في أرضية الميدان، وأيضا يعني جيسي لينغارد أخذ الجائزة. بينما تعليق آخر يقول بن رحمة is different maker for West Ham this season، بينما تعليق آخر يقول بن رحمة is so so good، يعني سعيد بن رحمة جيد جدا جدا. وكانت هنالك تعليقات اخرى كما تشاهدون، يعني مشيدين بالثنائيه لجيسي لينغارد وايضا سعيد بن رحمه، يعني انا حتى انا كنت قد استمتعت بتلك الثنائيه، فاذا تفاهموا هذين اللاعبين متاكد باللي انه راح ينافسوا على الدوري الانجليزي الممتاز. جيسي لينغارد هداف، سعيد بن رحمه مايسترو اسيست، ان شاء الله نشوفهم في قادم المواعيد ينافسون على الدوري الانجليزي الممتاز، كل شيء ممكن في كره القدم وفي عالم المستديره. بينما ايضا مدرب استون فيلا قبل اللقاء اشاد كثيرا بسعيد بن رحمه وصرح عليه العديد من التصريحات، حيث قال بانه كان يريد استقطابه في الميركاتو يعني الماضي من اجل شراء عقده، ولكن للاسف الشديد وذكر بعض الاسباب لعدم شرائه، واشاد مطولا بسعيد بن رحمه، حيث صرح قائلا لهذا الموقع الظاهر امامكم الذي هو برمنغهام ميل قائلا لقد نظرنا اليه بالفعل، يعني كنا باغيين نشريو هذا اللاعب، لكن وجدت ان هنالك جاك غريليتش على الجهه اليسرى ويؤدي بشكل جيد، يعني قدم لنا مباريات كبيره جاك غريليتش، لكن بشكل عام لا يوجد عدد كبير من اللاعبين الذين يتفوقون على سعيد بن رحمه. هذا اعتراف بطبيعة الحال، وقائلا أيضا هو أحد تعاقدات برينتفورد لم يدفعوا فيه يعني أكثر من مليون ونصف استرليني، كان ممتاز الموسم الماضي في نادي برينتفورد. بينما صرح قائلا لقد وجد نفسه في نادي وست هام وظهرت ثقة مويس فيه في خلال آخر 5 أو 6 مباريات، هذا ما يتوجب على اللاعبين عمله، كسب ثقة مدربهم لضمان البقاء والاستمرارية ستأتي بالوقت. يعني قال هذا دين سميث مدرب نادي استون فيلا الذي كان يريد احضار واستقطاب هذا اللاعب، قال باللي انه كسب ثقة مدربه، يعني هذه امور مدربين، يعني متاكد باللي انه كسب سعيد بن رحمه ثقة مدربه دافيد مويس، وهذا ما كنا نحن
كنا باغيينها أعزائي المشاهدين، وتحقق ما شاء الله والحمد لله. وحتى جمال بالماضي يعني أشاد بالوضعية التي يعيشها سعيد بن رحمة في نادي وست هام، وقال بلي أنه إضافة كبيرة بما أن دافيد مويز يشرك سعيد بن رحمة ساعات كمهاجم يعني أيسر، وأيضا كخط وسط هجومي صانع ألعاب رقم 10، فهذه إضافة للمنتخب الوطني الجزائري لأنه راه يتأقلم في أماكن أخرى، وهذا اللاعب سيكون مفتاح للمنتخب الوطني الجزائري ومتعدد الخدمات. بينما ختم كلامه دين سميث قائلا: هو لاعب موهوب، هذا مؤكد، يلعب بكلتا قدميه ويجب أن نكون حذرين منه، فهو يلعب جيدا على الطرف. وبطبيعة الحال قدم تمريرة حاسمة أمام أستون فيلا، وكان قدم تسديدة لو دخلت المرمى لكان أفضل هدف، لأنه سعيد بن رحمة يحب يسجل ويسدد على المرمى أماكن خارج منطقة الجزاء الخصم، وطبعا سدد أيضا داخل منطقة الجزاء الخصم، ولكن لا يحالفه الحظ ولم يسجل للأسف الشديد. فأنتم قولوا لنا في صندوق التعليقات رجاء، قولوا لنا ما رأيكم في المستوى الذي قدمه سعيد بن رحمة. أنا بالنسبة لي استمتعت في هذه المباراة، قدم مباراة كبيرة، وأيضا راح يكسب ثقة مدربه فيه بشكل كبير في قدم المواعيد إن شاء الله. وننتقل إلى أخبار محترفين الأخيرة بصورة عاجلة جدا. إسلام سليماني دخل أعزائي المشاهدين في الدقيقة 75 وخرج فريقه بهدف أمام نادي ديغون بهدف مقابل ولا شيء، بينما بروسيا مونشنغلادباخ الذي شهدت مباراة قوية خرج هذا اللاعب بنتيجة كبيرة جدا، هدف مقابل هدف وحيد، وأيضا رامي بسبعيني قاد فريقه للفوز في هذه المباراة أيضا. وكان هذا الفيديو اليوم، أخبرونا آراءكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.